في احد القرى الامنه معمول حفله عيد ميلاد لجون اللي تم 7 سنين وابوه ميت وامه هي كل حاجه بالنسبه له، ومشكلته معاها انها بعد موت ابوه هي بتدور على راجل جديد عشان تتجوزه، ولكنها مش مهتمه برايه لانه صغير. وجون بيحب المهرجين جدا، وحفله عيد ميلاده هي فيها دمى للمهرجين، وكمان امه جابت له مهرج اللي هو اصلا حبيب امه اللي بيحاول يتجوزها، ولكن ام جون بتصده بسبب سمعته الوحشه. والراجل ده اسمه بول، وجون مش مبسوط انه شافه ولا بول لانه هو كمان ما بيحبهوش. وجون امه نادته لانها حاسه انه مش مبسوط، وتطمنه انه محدش هيأذيها، وهي كمان مش هتسمح لاي حد انه يأذيه، وهما لازم يكملوا حياتهم بسعاده. ووعدته انها عمرها ما هتتجوز بول المهرج. والحفله خلصت والليل حل، وجون بيستعد للنوم، وامه جات له عشان تطمن عليه وبتتمنى ليه احلام سعيده لانه لسه صغير والسعاده مستنياه، وقالت له انها بتحبه وقال لها انه بيحبها. ولما سابت الام ابنها سمعت صوت في البيت ولقيته بول اللي اقتحم المكان وعايز يقضي الليله هنا غصب عنها، وحاولت تطلب منه بالذوق انه يمشي ولكنها فشلت. وبول كمان اتضايق وهجم عليها، وصحي جون من النوم بسبب صراخ امه، وحس ان بول الشرير في البيت فدخل للحمام عشان يشوف هيعمل ايه، وما لقاش غير بدله مهرج وكمان مكياج لعمل أقنعة المهرجين، وفكر انه يحاول يخوف بول عشان يحمي امه ويمشيه من البيت. ولكن طبعا بول مهتمش بجون، فما لقاش جون حواليه غير السكينة اللي اتقطعت بيه كيكة عيد ميلاده، وخد السكينة وقتل بول وانقذ امه. وراحت تشكره، ولكن جون سمع داخل عقله صوت شيطاني طلب منه انه يقتلها، وجون فعلا بنفس السكينة اللي قتل بها بول قتل بها امه. وبعد 10 سنين بتظهر اخت ام جون اللي اسمها ماري، وهي مع جوزها ستيفن بتحاول تقنعه انهم يتبنوا جون. واللي حصل مع جون يا صديقي بعد الحادثة هو ان ماري دخلت لبيت اختها بعد 3 ايام من الحادثة، لانها كانت بتكلم اختها في التليفون ولكنها ما ردتش عليها. ولما دخلت للبيت لقت جثتها هي وبول، ولقت جون مستخبي، والشرطة حققت واكتشفت ان جون للدفاع عن امه قتل بول، وبسبب الحالة العصبية الصعبة بتاعته وبدون تحكم في نفسه قتل امه. وخدوه لمستشفى نفسية عشان يعالجوه، وحالته كل فترة بتتحسن، وبقاله 10 سنين في المصحة النفسية للمراقبة. وماري عارفة ان جون حالته تحسنت وبتقنع في جوزها انهم يتبنوه، ولكن طبعا هو رافض لانه مستحيل يخلي سفاح يعيش مع اولاده الاتنين. والقصة ان ماري كانت بتشرب مشروبات مضرة كتيرة، وبسببها كانت هتخسر عيلتها ونفسها، ولكن جوزها ستيفن انقذها وحصلت على فرصة تانية للحياة، وحاسة ان جون برضو زيها ولازم يحصل على فرصة تانية للحياة. وماري وستيفن عندهم ابن واسمه كوري، وابنة كمان واسمها كاترين. وكوري كان صديق جون وكان حاضر حفلة عيد ميلاده من 10 سنين، وراح ستيفن للدكتور اكسل وهو الدكتور المشرف على حالة جون، والدكتور يطمن ستيفن ان جون حالته في تحسن مستمر، وهو كل اللي محتاجه انه يعيش في وسط عيلة بتحبه وبيحبه. وجون خلال 10 سنين من بعد الحادثة هو لم تظهر عليه اي اعراض عنف او غضب خالص، وهو مسالم ومطيع. والدكتور بيضمن جون لستيفن وبيوعده انه هيحبه هو وكل عيلته، ولازم ستيفن يسمع كلام مراته ماري ويدي لجون اللي هو محتاجه وهي العيلة. وستيفن اصبح مضطر انه يوافق، وحضر نفسه هو ومراته تاني يوم عشان يروحوا للمستشفى وياخدوا جون. وكوري وكاترين مش مرتاحين وبرضه مش مهتمين مين في نفس الوقت، لان جون اكيد مش هيأذيهم وهم وابوهم هياخدوا بالهم كويس جدا منه. ووصلوا للمستشفى والدكتور اكسل مستنيهم، وكمان خلص لهم كل الاوراق لتبني جون، وبيقول لهم انه لما جون عرف انه هيحصل على عيلة جديدة فرح جدا، وكمان بيحلم بالحياة السعيدة اللي هيعيشها مع ماري وستيفن. وسألت ماري جون لو هو مستعد انه يروح معاهم، وطبعا مش محتاج انه يتكلم، وضحك لماري ضحكة شكلها كده مش مريحة. وجون فاكر ماري طبعا لانها هي اللي بلغت الشرطة بسبب الحادثة من 10 سنين. والشباب متجمعين مع كوري وكاترين، وجيج مش مبسوط ان جون هيبقى واحد من عيلتهم. وداني بيكمل قصة جون القديمة، وهي ان لما الشرطة دخلت لبيته للتحقيق في اللي حصل، لقوا ان جون كان حبس نفسه في البيت لمدة 3 ايام، وبعد ما خلص الاكل اللي في البيت بدأ ياكل في جثة امه. ووصف جون داني انه وحش سفاح.
وجون في العربية مبسوط انه خرج من المستشفى ومعاه السلسلة اللي فيها صورته هو وامه، وستيفن بيحاول يكلمه عشان يفهمه اكتر، ولكن جون دلوقتي ما بيتكلمش كتير، ولما يتعود عليهم هيكلمهم عادي. وماري فرحانة جدا ان ستيفن سمع كلامها، ووصلوا للبيت وهيستعدوا لتقديم جون لولادهم كوري وكاترين. وجون فاكر البيت ده لانه كان بيت جده، وكوري بيرحب بجون ولكنه عنده مشوار مهم لازم يعمله، وبعد كده اكيد هيرجع للبيت، وكمان اخته كاترين راحت معاه. واتطمن ماري جون ان عيالها واحدة واحدة هيتفهموا معاه. ولما رجعوا للبيت قاعدين بيتغدوا وما تكلموش خالص لانهم لسه مش مرتاحين لجون، ومش متصورين انهم هيعيشوا مع سفاح. والليل حل وجون بيتمشى في البيت وبيستكشفه، ولقى غرفة كاترين واعتذر لها لانه خضها، ولكنها ما اهتمتش ودخلت لغرفتها، ومن عاداتها انها بتقفل الباب على نفسها عشان تحس بالامان. والصبح حل وجون في غرفته باصص على صورة امه وما زالت الحادثة ساكنة جوه عقله، وجاله كوري وبيتكلم معاه عشان يخرجوا للحديقة ويستكشفوا المكان مع بعض. وطبعا وافق جون وفرح، ووراه كوري مكان الحديقة اللي اتعمل فيها عيد ميلاده من 10 سنين، وكمان وراه مكانه المفضل اللي كوري عمله ودايما بيقعد فيه. ولكن كوري كلم جون عن الحادثة اللي حصلت عشان يعرف منه تفاصيل اكتر، فجون غضب ومقدرش يستحمل لان كوري بيستغله، فهجم عليه وضربه وجري بسرعة ورجع للبيت. ومحدش هيقدر ينسى الماضي، وجون نفسه مش قادر يتحرر منه. ولما بص على صورة امه افتكر لما ماري كانت بتزوره في المستشفى ووعدته انها تاخده لبيتها، بس الاول هي لازم تتخلص من عادة شرب المشروبات المضرة الاول، وهي الوحيدة اللي كانت بتسأل عليه وديته السلسلة اللي معاه وفيها صورته هو وامه، والسلسلة السلسلة دي المفروض ان جون كان هيديها لامه في عيد الام. وصحيت ماري في نص الليل وسمعت صوت غريب من غرفة جون، ولما تروح تتأكد تلاقيه بيخيط حاجة على مكنة الخياطة وهي بدلة مهرج، وطبعا خبها عنها عشان ما تشوفهاش وتقلق، واعتذر لها على الازعاج وسابته ومشيت. وجون الاصوات الشيطانية امرته بصناعة بدلة المهرج لانهم عندهم مهمات جديدة. والصبح بتستعد كاترين انها تخرج تجيب حاجاتها، ولكن امها تقول لها انها ممكن تاخد جون معاها، وبالمرة هيغير جو لانها حاسة انه لسه مرتاحش معهم في البيت. ورغم ان كاترين مش مبسوطة بالفكرة، بس هي عارفة ان جون مش مؤذي، فوافقت انها تاخده معاها، وعمالة بتوريه المكان كله عن طريق العربية. وجون فرحان ومستمتع، ووصلوا للمكان اللي ستيفن الاب شغال فيه، والعامل اللي معاه لما شاف جون قال انه مجنون وشكله كده مش مريح، واتضايق جون وشاف خوذة عجبته وفكر في طريقة انه يستعملها بيها، وسابوا المكان ومشيوا، وهتسيب كاترين جون لوحده عشان يتمشى ويعمل اللي هو عايزه، وكمان اديته فلوس وتليفون عشان يكلمها وهي شوية وهتوصل له. وجون بيتمشى بيفكر يعمل ايه بالفلوس، فلقى متجر فيه ازياء تنكرية، وده المكان اللي هيصرف فيه فلوسه طبعا. وجون فاكر العامل اللي غلط فيه، وجون عايز ينتقم منه، والعامل في المصنع لوحده بعد ما كل العمال مشيوا خلاص. وفجأة سمع صوت غريب في المكان ولكنه ملقاش حد، ولقى كمان كل الابواب مقفولة. وفجأة جون ظهر، وهو المرة دي لابس القناع اللي عجبه وكان موجود في المصنع، وكمان لابس الرداء اللي اشتراه من المتجر، وهجم على العامل وقتله بالفاس للانتقام. وجون خفى الجثة ونظف مكانها، وكده بيكون جون السفاح عاد من جديد. ولكنه هو بينظف ما خدش باله من سلسلته اللي وقعت منه في المصنع، وكاترين وصلت عشان تاخده ويروحوا للبيت، وسألته لو كان استمتع بوقته، وقال لها انه استمتع على الاخر، وطلبت منه انه يعتبرها انها واحدة من اصدقائه. ورجعوا للبيت، وماري نادت عليه وبتسأله على الهدية اللي عايزها، لان عيد ميلاده بعد بكرة، وتاني يوم كاترين هتكون لوحدها في البيت لان امها عندها شغل وابوها هيتأخر في شغله، وكاترين مش موجود معها في البيت غير جون وبس. وستيفن عمال بيكلم العامل ولكنه ما بيردش عليه، وده طبعا لان جون قتله ولي ستيفن وهيروح للمصنع عشان يعرف اللي حصل. وكوري دع اصحابه للحفلة، ولكنهم لما عرفوا ان جون انضم لعيلتهم محدش فيهم وصل، ما عدا بنت واحدة بس واسمها بام، لانها ما بتخافش من حاجة، بالعكس دي بتحب السفاحين. وجيك في بيته سمع صوت غريب، ولما راح يتأكد لقى كلب، واستغرب هو دخله منين، وسمع صوت من وراه وملقاش حاجة، وسمع صوت من قدام
قدامه ولقى الكلب اختفى والسفاح المهرج جون ظهر وبالسكينة قتله، وكده الباقيين كلهم دورهم جاي. وكاترين في البيت سمعت صوت غريب وحست ان جون مثلا بيعمل فيها مقلب، وراحت تتأكد وما لقيتهوش في غرفته، ولكن فجأة ظهر لها ولكنها هربت منه وهو عمال بينادي عليها عشان تموت وتحصل جيج. وكاترين عمالة بتقوله انها كانت فاكرة انهم خلاص بقوا اصدقاء، ولكنه مش مهتم لان طبيعته انه سفاح ومش هيغير من نفسه، وجريت واستخبت في غرفتها وقفلت على نفسها. وجون عمال بيخبط وبيزعق وانها هتموت مع كل عيلتها، وكسر الباب وما لقاهاش وبيدور عليها، ولكنها حاولت تضلله ولكنها فشلت انها تهجم عليه، والسفاح المهرج جون قتلها. وداني ساب كوري وبام وراح يتمشى شوية لوحده، والسفاح استغل انه لوحده وهجم عليه وقتله عشان يحصل صديقه جيج. وكده مش فاضل للسفاح غير الام والاب وكوري وبام، وبام كوري سابها وراح يدور على داني، وفجأة لقيت النور فصل ورجع من تاني، والسفاح اللي هي ما كانتش خايفة منه هجم عليها وقتلها. وستيفن وصل للمصنع ولحد دلوقتي مش لاقي العامل، ولكنه بالصدفة لقى سلسلة جون اللي وقعت منه، وخاف وقلق على عيلته وبيكلمهم، ولكن كل تليفوناتهم مقفولة، وهو كده لازم يرجع للبيت بسرعة عشان يعرف ايه اللي حصل لعيلته. وكوري رجع لمكان بام ولقاها ميتة، وحاول يجري ولكنه لقى السفاح بالمنشار بيجري وراه، وحس كوري انه بعد عن السفاح وحاول يستريح شوية عند الجدار الخشبي، ولكن السفاح من ورا الجدار بالمنشار قتل كوري، والسفاح المهرج بقيادة الشيطان خرج عن السيطرة خلاص. ووصل ستيفن للبيت ودخل وبينادي على عياله ولكن محدش بيرد، وهو بيدور عليهم فجأة السفاح هجم عليه واغمى على ستيفن، وكمان السفاح خاطف ماري اللي ما قدرتش انها تخرج من البيت اصلا. والشيطان امر جون انه يقتل ماري، ولكن جون مش قادر لان وجهها بيفكروا بامه، وفكر السفاح انه يقضي على نفسه ويرتاح من الشيطان، ولكنه فشل وراح وقتل ماري اللي حررته. وفاق ستيفن وخد سكينة عشان يقتل السفاح وينتقم لكل عيلته، ولقى السفاح مبوظ كل العربيات، وفجأة السفاح وهو مستخبي من تحت العربية هجم على ستيفن، ولكن ستيفن رد الضرب وقع السفاح على الارض، وكمان جاب صخرة وحطم بها راس جون المهرج. والليلة المرعبة خلصت والنهار حل، والنهاردة كده يا صديقي هو عيد ميلاد جون السفاح. وستيفن مكمل ماشي لأقرب مكان بيطلب منه المساعدة او لأقرب عربية على الطريق، وفعلا لقى عربية وركبها وما خدش باله ان السواق هو المهرج جون اللي هيقتله. وجون المجنون بإصاباته بيحتفل عادي جدا بعيد ميلاده وبياكل الكيكة وقدامه عيلة ستيفن وماري اللي كلهم بقوا جثث دلوقتي. ودي بتكون نهاية الملخص يا شباب.